السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار من شيعة ويفز. هذه أهم العناوين: المباشرة بفرش أرضيات ومداخل مرقدي الإمام الحسين وأبي الفضل العباس عليهما السلام بالتراب استعدادا لمراسيم عاشوراء. استمرارا لنهج القمع ضد المسلمين الشيعة، استشهاد 3 أشخاص بهجوم للشرطة النيجيرية على مجلس عزاء حسيني في مدينة كادونا. وبعد أن رفضت منح التصريح في الأسبوع الماضي، الشرطة السويدية توافق على تظاهرة لحرق القرآن الكريم في مدينة مالمو. من الإيجاز مشاهدينا إلى تفصيلات الأخبار، أهلا بكم. باشرت العتبات المقدسة في كربلاء بفرش أرضيات ومداخل مرقدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام بالتراب، وذلك استعدادا لمراسيم عاشوراء التي ستنطلق في اليوم 10 من محرم ذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام في واقعة الطف الأليمة، حيث تواصل الكوادر الخدمية بعد الانتهاء من فرش السجاد الأحمر بأعمال فرش الأتربة على المداخل الرئيسة للمراقد الطاهرة. وتأتي هذه الأعمال استعدادا لشعيرة التطوير المقدسة وعزاء ركضة طواريج الخالد، وللحفاظ على انسيابية حركة الزائرين ومنع تعرض المعزين للتزاحم أو التعرض لأي إصابة، وتوفير جميع المستلزمات التي تسهل انسيابية حركة دخول الزائرين لإحياء مراسيم عاشوراء. أعلن قائد شرطة كربلاء المقدسة اللواء أحمد زويني أن 30,000 عنصر أمني سيشاركون في تأمين زيارة 10 من محرم الحرام. وقال زويني في مؤتمر صحفي أن أكثر من 30,000 عنصر أمني سيشاركون في تأمين الزيارة مع التعزيزات من وزارة الداخلية والدفاع، مضيفا أن هنالك تعزيزات أمنية على السيطرات الخارجية والطرق النيسمية فضلا عن انتشار القطعات العسكرية في المناطق الصحراوية. أعلن قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة مواصلة الأعمال في مشروع إعادة تأهيل شارع باب قبلة مرقد الإمام الحسين عليه السلام. وقال رئيس القسم المهندس حسين رضا مهدي إن كوادر القسم تواصل العمل بمشروع تأهيل شارع باب قبلة الإمام الحسين عليه السلام، والذي يمتد من تقاطع شارع الجمهورية إلى باب القبلة في الصحن الحسيني الشريف، موضحا أن الأعمال تشمل إكساء الشارع بالكونكريت وتزيينه ونصب الأعمدة، فضلا عن نصب نقاط تفتيش حديثة وجهاز لفحص الحقائب ذي تقنية متطورة، مضيفا أن جميع الأعمال تم تنفيذها بشكل يتلائم مع قدسية المكان وتاريخ الشارع والبعد التراثي، مؤكدا أن موعد افتتاح المشروع سيكون في 7 من شهر محرم الحرام ليكون بخدمة الزائرين، مبينا أن الهدف من المشروع هو لتخفيف الزخم خلال أيام محرم الحرام والزيارات المليونية. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن تعرض دورية مرابطة تابعة للفرقة الخامسة في كركوك إلى إطلاق نار مباشر من قبل عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي. وقالت الخلية في بيان لها إن إطلاق نار مباشر من قبل عناصر تابعة لعصابات داعش الإرهابية على إحدى مرابطات الفوج الثالث باللواء 20 بالفرقة الخامسة في منطقة داقوق على طريق كركوك العام أدى إلى استشهاد 4 مقاتلين وجرح 4 آخرين. هذا وتشهد محافظة كركوك بين الحين والآخر هجمات إرهابية يشنها تنظيم داعش الإرهابي تستهدف القوات الأمنية والمدنيين. أقدمت السلطات الأمنية التابعة للداخلية البحرينية على الاعتداء على اليافطات الحسينية والمظاهر العاشورائية في شوارع البلاد، حيث اقتحمت السلطات مسجد الزهراء عليها السلام في مدينة حمد، وقامت بتغيير أقفال أبواب المسجد، وذلك في أحدث اعتداءاتها ضد الشعائر الحسينية وتضييقها على إحياء موسم عاشوراء.
يذكر أنه في اليوم الذي سبق هذا الحادث قامت قوات الأمن والشرطة بقطع مكبرات الصوت لعدد من الحسينيات في العاصمة البحرينية المنامة، كما تم استدعاء الكوادر الحسينية في بعض المناطق الأخرى مثل السنابس، وتم تحويل قضيتهم إلى النيابة العامة. سقط 3 شهداء في منطقة كادونا شمال نيجيريا بعد مهاجمة الشرطة بالرصاص مجلس عزاء حسيني أقامه الشيعة في ذكرى عاشوراء. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أن عناصر من الشرطة النيجيرية تشعل النار في إحدى آلياتها ضمن مخطط اتخاذ الأمر ذريعة لاستهداف المشاركين المعزين في إحياء ذكرى عاشوراء في مدينة كادونا، وذلك قبل أن تطلق النار عليهم وتقتل 3 منهم، كما أشعل عناصر الشرطة النار في آليات للمواطنين المشاركين في المجلس. هذا ويحيي المسلمون حول العالم ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف الأليمة، ويستمر العزاء طوال الأيام العشرة الأولى من شهر محرم الحرام على أن يتم إحياء يوم العاشر بإقامة المسيرات الحاشدة، في حين تستمر في العديد من البلدان مراسيم الإحياء إلى ما بعد يوم العاشر. قال مسؤول مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة فلاديمير فورنكوف إن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 10,000 من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي ما زالوا نشطين في العراق وسوريا، وذلك بعد 2 من هزيمة التنظيم الإرهابي، وأن هجماتهم زادت بشكل كبير هذا العام. وأضاف أنه أخبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن مقاتلي داعش يتحركون بحرية في خلايا صغيرة بين البلدين، وأكد أن داعش أعاد تنظيم صفوفه وزاد نشاطه ليس فقط في مناطق الصراع مثل سوريا والعراق، ولكن أيضا في بعض الفروع الإقليمية، موضحا أنه منذ بداية هذا العام تنام التهديد في مناطق الصراع، كما يتضح من إعادة تجميع وتزايد نشاط داعش وبعض الجماعات التابعة له في العراق وسوريا. أما في المناطق التي لا تشهد نزاعات فيبدو أن التهديد قد انخفض على المدى القصير، وذلك تزامنا مع إجراءات الإغلاق والقيود التي فرضها تفشي وباء كورونا، داعيا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل الدول الأعضاء على أسس إنسانية وأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والأمن. شن طيران التحالف السعودي 26 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظات مأرب والجوف والبيضاء. وأكد مصدر أمني أن طيران التحالف السعودي شن 11 غارة على مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف بالجوف، و8 غارات على محافظة البيضاء، و3 غارات على مديرية مجزر، و4 غارات على محافظة مأرب. وفي الحديدة ارتكبت قوى التحالف 113 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال 24 ساعة. هذا وأوضح مصدر في غرفة عمليات الارتباط والتنسيق أن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في التحتة والجبلية ومحاولة تسلل في حيس وتحليق 3 طائرات حربية في أجواء حيس و6 طائرات للتجسس في الجبلية، و11 خرقا بقصف مدفعي ل65 قذيفة و80 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة. وقع انفجار في محافظة بلخ شمال أفغانستان ما أسفر عن مقتل عسكري وجرح نحو 40 شخصا آخرين. ووفقا لمصادر إعلامية فإن الانفجار وقع صباح اليوم قرب وحدة جيش أفغانية في منطقة بلخ، مضيفة أن الحادث أسفر عن مقتل أحد الجنود وجرح 6 آخرين وإصابة 35 من سكان المدينة. يشار إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر تبنى تنظيم داعش الإرهابي هجوما على سجن مركزي في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان تسبب بسقوط قتلى وجرحى.
الخبر الأخير، عاد الجدل مجددا لقضية حرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو جنوب السويد، وذلك بعدما سمحت الشرطة السويدية بمنح تصريح بتنظيم مظاهرة ضد الإسلام في مالمو، بعد أن كانت قد رفضت الأسبوع الماضي منح تصريح لتظاهرة تتضمن حرق نسخة من القرآن الكريم أمام أحد المساجد لدواع أمنية كون المنطقة ذات كثافة سكانية مسلمة. التظاهرة التي تتم بطلب من الدنماركي راسموس بالدون وبدعم من فنان الشارع السويدي دان بارك ستقام يوم الجمعة المقبل. مشاهدينا، نهاية النشرة، هذا تذكير بأهم العناوين. المباشرة بفرش أرضيات ومداخل مرقدي الإمام الحسين وأبي الفضل العباس عليهما السلام بالتراب استعدادا لمراسيم عاشوراء. استمرارا لنهج القمع ضد المسلمين الشيعة، استشهاد 3 أشخاص بهجوم للشرطة النيجيرية على مجلس عزاء حسيني في مدينة كادونا. وبعد أن رفضت منح التصريح في الأسبوع الماضي، الشرطة السويدية توافق على تظاهرة لحرق القرآن الكريم في مدينة مالمو. مشاهدينا، ختام النشرة، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء. اللهم عجل لوليك الفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.